صباح خواتاتي خياتي، اليوم راح ندير لكم وصفه هايله تاع بكري ملي كنت صغيره في دارنا حنا نديروها، يعيطوا لها خبز التونس وتجي في المناسبات وهايله. واش فيها؟ فيها 5 بيضات، فيها كيلا سكر، فيها زيت مخلط مع الزبده، يعيطوا للدهان، فيها السر تاعها هو الخبز اليابس بالفرنسي لا شابلير، هو ملحي بول وشويه سميد شويه برك. ونبداو على بركة الله. ودو زوج خميرة، وعاد اللي نسمو به تاعنا اصلي السحرية هذاك اللي سكر في الجناح، قلنا القارص مع البرتقال وقصة ملح وكاع الحلوة. نبداو نديرو 5 بيضات تاعنا، نزيدو لهم السكر، القرصة تاع الملح اللي لازم في الأطباق، نخلط ونديرو باش قلنا هذا تستغني على الفانيا و الوسمة، عام كومبلي تنجم ديري في الثلاجة في الكونجيلاتور. خواتاتي ها يسكر في الجناح، واش قلنا؟ برتقال وقشور الليمون، ونخلطو. زدنا خواتاتي خلطنا الزيت مع الزبدة، ما حبيتش نوريكم به الحس تاع الوسمة ما يوسيكمش. ونزيدو من بعد لاشابليغ تاعنا، البول تاع لاشابليغ، ومعاها زوج نوارة خميرة كيميائية، باكي كل ما باكي فيه 10 غرامات. خلطنا له هذيك شويه تاع السميد اللي قلت لكم. ها شوفوا خواتاتي، ها خبز التونس اللي قلت لكم عليها كيفاه تجي، تجي هايله وهشيشه وبنينه. دوكا هذاك العسل تاعنا اللي طيبناه نسقيوها به، يكون شويه خفيفه، خليوها كاع تشرب هذاك هذاك العسل، خليوها تشرب كاع العسل تاعها ونصح التقديم. شوفوا خواتاتي كيف تجي خبز التونس تاعنا، شوف شوفوا في الفوليوم تاعها تجي عالية الله يبارك، وتجي هشيشة من المغاربة يقولوا، ونحنا الجزائريين تجي بنينة هايلة، يفهمونا كاع المشارق والمغاربة خواتاتنا خاوتنا. شوف نقسمو قدامكم، شوف شوفوا كيف تجي، شوف ومع السلامة. وتحبي تديري لها داخل الكاوكاو ديري لها، ولا تزينيها بالكاوكاو كاوكاو باللوز، انتي واش عندك ما حلي حسب المقدورك، ولا ما كاش كامل غير هكا. وتجي هايله في المناسبات في رمضان ان شاء الله او قريب يجي يدخله علينا بالهنا، وجربوها وردوا لي خبر ماذا بيا نجربوها، وفعلوا الجرس وبصحتكم مع قهوة إن شاء الله. أيا بالسلامة خواتي.